رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الخمسة متاع العشية. كما قلت ضيوفنا في الساعة الأولى معاذ بن زايد العضو الجامعي لجامعة كرة اليد، وبعد شوية يلتحق بنا ياسين عرفة المدير الفني للجامعة التونسية. سي معاذ نعود نرحب بك من جديد ونبداو بالأكتواليتي. هل أول حاجة نحب نطمنوا من عندك على صحة سي مراد المستيري؟ سمعنا هكا في تعب شوية. ولن سي مراد معناتها إن شاء الله يكون في الاستماع، لو كان في الاستماع نتوجه له احنا الكل زملائه في المكتب الجامعي كافة أعضاء الجامعة التونسية بحر معناتها اليوم تمنياتنا اللي بالشفاء. سي مراد كان في الدورة عنده وعكة صحية وفي آخر أيامات الدورة معناتها تحمل معناتها المتاعب الصحية متاعه باش كمل الدورة. فيما بعد نعرف أنه معناتها العبء الثقيل اللي تحمله الأشهر الأخرى على مستوى التنظيم معاهم معناتها التعب الكل رجع لي صحيا، معناش الحقيقة اتصل به الأسبوع هذا لأنه اتصلنا بعائلته، منصوح ليه أنه ياخذ قسط من الراحة طبيا. فنقول له يعطيك صحة، السؤال بديت لي بالسؤال هذا، نقول له سي مراد راهو إنسان نظيف اليد، أنت إنسان خدمنا معاك وحابين الخدمة في المكتب الجامعي، حاولنا الناس كل اجتهدنا، ما يتلامش عليك سي مراد، قاعد تخدم تعمل في مجهود، إنسان متطوع كيما أعضاء المكتب الجامعي، الكرة فيها ربح والخسارة، ونستناوك سي مراد في بداية الأسبوع باش ترجع كيما عهدناك، لأنه المكتب الجامعي بانتظار ملفات عاجلة باش ناخذوا قرارات وتستمر الحياة. هو كان بريفيو سي معاذ، معناتها تأكد لي أنت الخبر ولا كان بريفيو هما اجتماع نهاية الأسبوع هذا اليوم ولا غدوة؟ مش باش يصير ذا هاليا، مش باش يصير لأنه ما نجموش نعملوا اجتماع من غير رئيس الجامعة. قلت لك اليوم معناتها باتصالنا بعائلته طلبوا منا فقط أنه نخليه على الأقل الأسبوع هذا منصوح ليه طبيا أنه يرتاح ويبعد معناتها على كل ممكن يوتره. واليوم كرة اليد تحكي وحاسة كاملة أصبحت معناتها مصدر قلنا قلق ومتاعب في بعض الأحيان كما فرحتنا قبل، ولكن كيف كيف مسؤولية وثقة المسؤولية كبيرة، ومعناتها ربي عيننا معناتها باش نواجهوا الأشرة اللي جاية. باهي كما قلت في أول حصة الأحداث تسارعت بسرعة في الأسبوع هذا. البارح جانا أخبار نتاع اعتزال لمصباح الصانعي، ما عرفتش كيفاش نجموا نقراوها، كيفاش قبلتوه أنتم كجامعة وعلاش الأسباب نتاعها؟ ما عرفتش مع اللاعب لا فاجئكم لا ما عرفتش أنت فسر لي. أنا كنت طلعت على الخبر كيف كيفكم معناتها على موقع رسمي إحدى القنوات التلفزية الأجنبية، اختار مصباح أنه يخرج الخبر هذايا. نعرفوا بعد الدور النهائي خيبة عدم الحصول معناتها على اللقب، معناتها فما اليوم ردود فعل نتوقعوها. بعض اللاعبين حسوا معناتها بخيبة الأمل، مصباح مثلا 2012 الألعاب الأولمبية تحرم من أنه يشارك فيها لأن تعرض لإصابة، خيبة أمل بالنسبة ليه، أعطاه كل شيء مصباح، كل مرة كان يجي كان يقول في الدورة هذه معناتها كانت عنده إصابة طفيفة حتى على مستوى القولانة اليد اليمنى اليسرى سامحني، وتحمل الأوجاع جاء حقيقة ما حسبش مصباح كيما غير وغير الكوادر الكل، خليه يرتاح شوية مثالش القرار. نقول أنا متسرع ولو في جوانب كي قريت اليوم البيان نتاعو متفاهمهم، في جانب عائلي في جانب يهم التزاماته مع النادي نتاعو، خليه يرتاح شوية. فيما بعد مصباح ولد الدار مش كاري مصباح، وإن شاء الله معناتها باش نقوموا إعادة ترميم البيت في أقرب وقت. مصباح ولد الدار ينجم يكون عشوم عن ديسيزيون باش تحكيو معاه يرجع قدم زاد 28 29 عام. انا شوف الطريقه حتى قلت لي غاب على الاولمبياد هذا نجم يكون موجود في الاولمبياد الجاي ولو انه مازال قائم الامل تكيو. صحيح انا اقول هو الطريقه اللي خارج بها البيان نتاعو طريقه محترفه، اذا كان اختار اليوم وسيله معناتها اعلاميه معناتها ولو اجنبيه معناتها ما كانش تونسيه، ولكن اكيد انه عندي رايه اذا كان نشوف البيان والبيان كان مطول. نقول انا خليو الامور تستراح، راه ولد الدار مصباح فيما بعد اللي مبعد فيما بعد نشوفوا واللي فيه الخير ربي يسهل.
به. نواصل معك تويتر كيف قبل ما يدخلوا في المون مشارك منتخبنا في كان العقوبات اللي هبطوا البارح ظهر لي كيفاش تقبلتوهم العقوبات تاع كاشبيه اللي هما ظهر لي 50 مليون توينسا وعقوبه 4 سنين ما نظموش حتى دوره سوى على مستوى النوادي والمنتخبات. وبعد ما فات وفات دور نهائي حقيقه انا واحد من الناس خرجت عملت تصريح كانت رسمي الدوره كنت متخوف من شبح العقوبات اللي شفتهم قدامي معناتها والمشهد معناتها مازال عالق في ذهني. واول مره باش نقول اليوم بعد ما خرجت العقوبات هذه راهو المجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي تعهد بالملف والملف ثقيل ذاك علاش موقعش البت فيه عن طريق لجنه التاديب التابعه معناتها الاتحاد الافريقي اللي في الدوره ليلتها. وحتى امكانيه تسليط عقوبه موجود حتى على مستوى سلم العقوبات الاتحاد الافريقي عقوبه مباشره على المنتخبات الوطنيه بجميع اصنافها كانت وارده. مش ندخل اكثر في التفاصيل حتى فما بعض الاعضاء اللي ممكن تداولوا في الملف هذا على مستوى مجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي طرقوا المساله هذه وكان معناتها عقوبه مقترحه انه المنتخبات نتاعنا بجميع اصنافها يتم التشطيب عليها ومنحها حتى من النشاط لفتره معينه احتفظ بها اليوم. هذه معناتها مساله من الكواليس لكن اصدقاء اليوم اولا الجامعه التونسيه وهوني حبيت نشكر رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى والدكتور منصور ريمو رئيس الاتحاد الافريقي الحقيقه شكون نعطي كل حد حقه اليوم تدخلوا بثقلهم اليوم جنبوا على المستوى الرياضي الجامعه عقوبات على المدى القصير والعقوبات هي تنظيميه بحته. اليوم مشهد اللي شفناه غير مشرف مشهد اليوم في دوره مرشحه للاولمبياد قدام عينين العالم الكل ما نجموش نفلتوا من العقوبه. عقوبه ماليه 15,000 يورو وعقوبه باربع سنوات من تنظيم على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه من اي تظاهر على الاراضي التونسيه. فيما بعد احنا كجامعه كانت تسالني قل لك انا كعضو من الاعضاء اليوم باش نداولوا في المساله هذه وما نجوش نداولوش فيها في مكتب جامعي بحضور رئيس الجامعه لكن كان نعطيك انا راي بكل صراحه كرئيس لجنه الشؤون القانونيه ولو الملف من ناحيه قانونيه تحكي فيه لكن انا انصح معناتها بقيه زملائي اليوم بقبول هذه العقوبه هي في ظاهرها قاسية في باطنها عقوبة رحيمة للي يفهم. واليوم أصدقائنا في الاتحاد الدولي الاتحاد الأفريقي الحقيقة رعاوا مصلحة كرة اليد سمعة كرة اليد وذاك علاش أنا أنصحه بالاكتفاء بهذه العقوبة. باهي في الأثناء التحق بين ياسين عرفة ظهلي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد مسير اشتقى البحث السي معاذ سي ياسين نحاول نحكي وما زلنا على العقوبة هذه سي معاذ دونك حسب ما فهمت من كلامك ما كنتش تستيم فما كنتش الاستئناف لا هذا سيتداول سابق لاوانه معناها سابق اوانه وانا اعطيتك راي انا عندنا بقيت على مكتب جامعي والرئيس واليوم نزلت ما نعرفش موقف الرئيس رسميا لكن من باب خبرتي كشؤون قانونيه اذا كان اليوم ناس وقفت معاك واصدقائنا في الاتحاد الدولي وفي الاتحاد الافريقي رئيس الاتحاد الدولي شخصيا رئيس الاتحاد الافريقي يخفوا لك اليوم ولانا ايزيتي لا بور ليميتي لي ديغا معناتها اليوم العقوبه تجيك في الجانب التنظيمي اكثر في الجانب الرياضي وتجنب المنتخبات نتاعنا عقوبه رياضيه كانت تسلط علينا اليوم زاد احترموا رواحنا شويه نفهموا رواحنا شويه احنا راهو اليوم نحب نقول حاجه اسلام الظاهره هذه راهي ظاهره متكرره تذكر سنه 2013 في الحمامات بطوله افريقيا تنظيم الحمامات تذكروا لقاء الاهلي ونجم هذه الساحلي وسنه 2018 سنه 2018 فينال مع تدور نهائي الزمالك والترجي التونسي وكل مره ومن كل سف نقولها يجي الاتحاد الافريقي لتونس الا ونروحوا بعد دور نهائي معناتها بانيه معناتها اليوم قفه بالعقوبات اليوم زاد احنا لازمنا شويه نراجعوا انفسنا الكل كما صورة الحالة البلاد الكل مش كان حتى في الهون بكل اسف واليوم شو نقول انه اليوم جات جلديه معناتها اليوم هذا رايي بانتظار انه باش يتم النظر فيها باجماع وحضور اعضاء المكتب الكل. هو شنو الفرق بين البلاغ الاول اللي هبطوه والبلاغ الثاني؟ البلاغ الاول الاتحاد الافريقي حب يفسر وحب يعبر عن رضاه التام على عمليه التنظيم لانه دقيقتين قول في دور نهائي
نسفت مجهودات ناس متطوعين خدموا من الصباح لليل ما اللي مش شفتهم فقط في قاعة رادس، ناس في الكارتي جنرال في المقر نتاع التنظيم، ناس في البول نتاع الحمامات قطب الحمامات، ناس في رادس، ناس تخدم عندها أشرة. والاتحاد الافريقي اليوم يقول لك على مستوى مثلا السكن وعلى مستوى اليوم عملية النقل يقول لك من أحسن إذا كان مش أحسن يوم دورة. لكن جاك في الأخر في الليتر دو فيليستاشان هذيك عرش وحبي فهم راهو على مستوى معناتها الأمني يجب عليكم اتخاذ أكثر مع التدابير والحرص أكثر في المستقبل. نفهم هوني أنه ما كناش نجمو نفلتو من عقوبة في 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 مانيش باش نقول تقصير، ولكن إذا كان اللي صارت الأحداث هذه فما خلات. ونحب نقبل ما نعمل كلمة للسياسيين، نحب نعاود نقول أنه اليوم الناس كل خدمة، مبروك المنتخب المصري اللي فاز بالدورة عن جدارة. احنا اليوم جامعة معناتها قاعد تخدم على روحها، تو نجي ونحكيه في المسألة هذه. منتخبنا راهو منتخب ممتاز مفخرة لينا، راح ربحنا اليوم ما ربحناش، تحملوا مسؤولياتنا كي اللاعبين يربحوا، واحنا بالنسبة لينا نحطوا معناتها ودوفون دلسين اللاعبين كي الله يقدر ما تمشيش نتيجة كمرة هذه، احنا اذا بينا نحميوا اللاعبين كجامعة نتحملوا مسؤوليات. قبل ما نكمل اخر سؤال متعلق بالكريتي سي معاذ، نرحب بسياسين. مرحبا بك سياسين. اهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا كل المستمعين. شنو الامور؟ لاباس؟ الحمد لله لاباس، الحمد لله الحمد لله. باهي، اخر سؤال لسي معاذ قبل ما ندخلوا في الكان. اليوم ظهر لي فما قضيه نتاع حكام، شنو عملت وشنو صاير؟ شنو علاش هكا الامور تصير برشا في الجامعه نتاع كوكيت؟ عمليه بسيطه، احنا كملنا الدوره 24 ساعه بعد ما فات الدور دور نهائي. رئيس الجامعة معناته يصاب في ليلتها بوعكة صحية، وسياسين خلطت ما سمعنيش، لكن كنا نتمنى له الشفاء باسم أعضاء الجامعة الكل. الوحيد اللي قادر أنه يسوي ويقول أنا يأذن بصرف المبالغ عليه هو رئيس الجامعة. رئيس الجامعة ملازم الفراش. جينا طلبات بعد 24 ساعة في خصوص مستحقات مالية تعهدنا كمكتب جامعي بتسويتها. قديش المدة؟ مش مشكل، ما نحبش ندخل في التفاصيل، ولكن اليوم اللي يهمني انه فما مبدا نحكي عليه. تعهدنا قبل بطولة افريقيا وقلنا فما دخيل باش يدخلوا معناتها كاسة الجامعة وعملية ضبط الحسابات وقاع ضبطها. الوحيد اللي نجم اليوم يرتب المسائل هذه ويأذن بالصرف هو رئيس الجامعة. رئيس الجامعة مريض. فهمت. 24 ساعة بعد الدورة جينا مطالب من فئة من الحكام، خلينا الامر يستراح. كلفني اداره وطنيه التحكيم باش تقوم بالتعيينات، عندي انا اليوم جوله. وبكل اسف معناتها فما فئه معينه غادي يمشيو زوج طواقم كهو. والله فيما بعد نشوف، معناتها احنا قمنا بالتعيينات واللي ماشي معناتها باش يتحمل مسؤوليته التاريخيه، لانه اليوم فما سمعه جامعه، لانه اليوم فما ظرف حقوق مشروع الحكام، لكن فما ظرف اليوم لازم نراعيوه. إذا كان الحكام يعتبر روح مبنية كرة اليد كيفنا احنا، كانوا نجموا ينظروا للظرف هذا. حكينا مش ندخل في التفاصيل، حكينا عضو جامعي اليوم قعد معاهم. لكن اليوم نخلص ولا ما نديرش المقابلات هذايا، معناتها الأسلوب هذايا ما تعودناش في الجامعة من تاريخ معناتها الجامعة منذ تأسيسها. فيما بعد إن شاء الله تصير الجولة بمقابلات المبرمجة، ثم لكل حادث حديث. ندخل في الكان السياسي. سؤال عام قبل ما ندخل في شوية في التفاصيل، كيفاش تقيم مشاركة المنتخب التونسي في الكان؟ شوف، المنتخب التونسي كان عنده نجم نقوله وجهين. ثم المنتخب اللي نعرفوه اللي يقدم مباراة فيها انضباط تكتيكي، فيها معناها دخلوا اللاعبين الكل في في الدورة. معناها الهدف نتاعنا الاول اللي كنا اذا ما ندوروا يدور الافكتيف الكل، نوصلوا للنهائي من غير تعب، نوصلوا للدور النهائي من غير دي بليسور. الهدف هذا وصلنا له، وكان الفريق معناها حاضر باش يخوض الدور النهائي. ثم الدور النهائي كيف اعطانا زوج وجوه. البدايه نتاع المقابله كانت جيده جدا، كانت حسب شكون شنو كان مسطر. ثم في الابتداء من سكور نتاع 5 3 واللي كانت باش تولي 6 3 بدات لها فوات. ونلعبوا زايدين؟ لا، قبل ما نلعبوا زايدين معناها احنا نلعبوا وقتها ايجاليتي نيميريك، الباس الاولانيه اللي مشات لبرا، ومن بعد ولينا نلعبوا زايدين وقبلنا اهداف معناها نسجلوا وقبلنا.
معناها مشينا وصلنا حتى لل خذينا 7-1 خسرنا 7-1. الفترة هذيك هي اللي خلات اللاعبين خلافا للتوصيات اللي قلناها من الاول قبل المباراة، انه راهو في المباراة باش نعرفوا فترات صعيبة، فترات نكونوا خاسرين، فترات نلعبوا ناقصين، فترات ما تمشيش، يلزمنا نحاولوا نمسكوا اعصابنا والهدوء، اكثر هدوء ممكن. هذا هو اللي ما صارش، وهذا اللي تقريبا طيح في المستوى نتاع المنتخب نتاع ككل، وفسح المجال للمنتخب المصري باش يلقى سهوله كبيره سواء في الدفاع ولا في الهجوم. معناها كما كما قلنا للاعبين من الاول، وكما نعرفوا الفريق المستوى الفريق نتاعنا، مستوى الفريق المصري هو مستوى طيب، يمتاز بحاجه هو ستدير الاستابيليتي، يعني المنتخب المصري يلعب في مستوى معين ويحافظ على كل مستوى هذاك مهما كانت الظروف، معناها عنده الانضباط التكتيكي. احنا قادرين باش نلعبوا خير من المنتخب المصري، لكن نهارتها مطالبين انه نشدوا المستوى نتاعنا اعلى من المستوى نتاع المنتخب المصري. احنا عندنا مشكله انه نجم نلعبوا خير برشا من المنتخب المصري، لكن قادرين انه نهبطوا. هذا ما صارش، هذا ما صارش، بدينا به لكن ما صارش، لانه معناها ردود الفعل على الاخطاء، ردود الفعل كذلك على الاخطاء الفرديه نتاع اللاعبين نتاعنا، ردود الفعل على معناها قرارات الحكم اللي مانيش ندخل في موضوع انه صحيحه مش صحيحه، غلطه مش غلطه، المهم انه الحكم ينجم ينحينا كره، لكن احنا المسؤوليه نتاعنا هو انه تجاه الاخطاء هذيك، لو قلنا انه اخطاء لابد انه نمسك اعصابنا. اذا كان نقولوا في كلمه، كيفاش تحكم على مشاركه المنتخب؟ المشاركه المستوى النهائي ما كناش موافقين بكل، بعاد على المستوى الحقيقي نتاعنا، وبعاد على مستوى معناها المستوى الحقيقي نتاع المنتخب نتاعنا والعناصر اللي عندنا في المنتخب. بصفتكم اداره فنيه، هل تم تحضير تقييم كامل رابور على المشاركه نتاعنا ولا مازال؟ لهين نحضروا توا، احنا كاداره فنيه عندنا اجتماع نهار الاثنين ان شاء الله مع الطاقم الفني. بالنسبه للمدرب الاول معناها احنا باتصال به، وله يحضر في التقييم نتاعو باش يعطينا الرابور نتاعو في خلال الاسبوع القادم، وان شاء الله بقوة ربي التقييم هذا باش نقدموه للمكتب الجامعي. ممكن كذلك عندنا جلسه مع المدربين نتاع النخبه، معناها المدربين نتاع القسم الوطني باش نقوموا زاده بتقييم جماعي ونسمعوا معناها وجهات نظر الزملاء المدربين في المشاركه هذه، وكذلك شنو هي الخطوات اللي هي لابد من الاتجاه يلزم نتجهوا له بالنسبه لل اعداد تيكيو. على اساس شنو يتم التقييم هذا؟ وهل تم قبل التقييم تاع بطوله العالم الماضي، خاصه الجماهير الرياضيه ما كانتش راضيه برشا على المنتخب وقت؟ شوف، وقع تقييم، وقع تقييم في اثناء في اول العام عملنا تقييم تاع مشاركات المنتخبات الكل، المنتخب الوطني والمنتخبات تاع الصغار، لان ثم كونتينيتي بيناتهم، معناها اللي نشوفوه في الكبار راهو جاي من الصغار، واللي نشوفوه في الصغار راهو هذاك هو المستقبل اللي جاي. تعرفوا لي توندونس تاع الهاندبول ما يمسوش السينيور، يمسوا لي كاتيجوري الكل. وكذلك السيمبوزيوم هذا وقيمنا فيه البطوله، وعلى الاساس هذاك وخرجت التوصيات، وكذلك خرجت معناها توصيات بالنسبه للبطوله، غيرنا البطوله، وكذلك غيرنا في طريقه، ادخلنا بعض التعديلات في طريقه اعداد. لكن ما حملتوش مدرب مسؤوليه وقتها؟ شوف، راهو معناها بصراحه راهو وقت اللي فما ربح ديما نمشيو احنا للاعب اللي سجل هدف الربح الاخراني ونخرجوا واحد. ما هو صحيح برشا، خاطر الناس الكل اقرت ان المنتخب المصري، المدرب نتاع منتخب مصر هو اللي عمل الفارق في الفينال زاد. شوف، بالنسبه هذا ايش حبيت نقول؟ معناها راهو النجاح والاخفاق عمره ما يكون مربوط بعامل واحد، فما عده عوامل. معناها واللي سميناه احنا اخفاق في بطوله العالم، راهو بعد معناها التحليل نتاع
النتائج نتاعنا والمشاركه نتاعنا راهو وظهرت عندنا نقاط ضعف في كره اليد نتاعنا معناها في التكوين خاصه بالنسبه للبريز ديسيزيون انديفيديوال وكولكتيف معناها هذايا اللي يظهر عنا احنا المنتخب نتاعنا بطولة العالم اذا كان ظهر بالمستوى بالعطاء الامبريسيون هذيك سيكو عنا معناها في عدة وضعيات ناخذوا الديسيزيون الغالطة ونفلتوا برشا اهداف هي سهلة وتوا في كرة اليد المستوى لو نيفو معناها الاخطاء السهلة وتعطي كرة سهلة للادفرسير راهي ما هي اون باي كاش. احنا توا مثلا بالنسبة للمنتخب المصري اذا كان نحسبوا قداش عطيناهم كرة وقداش لعبنا ناقصين تشوف انه المنتخب المصري ماهوش مطالب باش يكون منتخب قوي ياسر باش يربح. هل تم الحسم سي معاذ في موضوع المدرب المستقبل نتاعو خصوصا انه ما حققش الهدف نتاعو موجود في الكونترا نتاعو؟ كل ساعة مش حاتش مسألة هذه باحترام زملائي في أعضاء المكتب الجامعي مازلنا ما قعدناش مع بعضنا مع الفني ورئيس الجامعة حقيقة نقول لك شنو حتى في ذهن رئيس الجامعة ما نجيبش نقول لك توا في ذهن رئيس الجامعة في الظرف الصحي اللي هو فيه لكن أنا نقول فما دي باغامتر لازم ناخذوهم بعين الاعتبار يوم باش تاخذ قرار وذا سيطرح على طاولة المكتب الجامعي إذا كان نحكي عن هدف رياضي واضح أن توني جيرونا ما حقوش هذا واضح سي اون ايفيدونس لكن اليوم أنا عندي دورة باش تلعب في شهر في 16-17-18 هذا ما أظن هكا ولا سياسي لازمكم تحطوا عين الاعتبار أنه اليوم عندك إمكانية الالتقاء مرة وحيدة للاعبين قبل الدورة هذه فاليوم ونطور المدير الفني والله أول مرة نتحدث توا معك أنا وياه حتى باش نقول لك شنو وراي وباش نسمع فيما بعد لكن انا نتصور باش نحط روحي مكانه او مكان بقيه الاعضاء اليوم هل انه الاطار الفني باش يمشي شنو ساعه باش يكون الهدف تاعو باش يلعب بمجموعه كامله او باش تقول مثلا الدوره هذه ماهيش باش نلعبها بفريقي الكامل باش نحضر بها بطوله العالم 2021 هذه الساعه باش تحكي على مستوى المكتب الجامعي إذا كان هكا اليوم لأنه المدرب الأول سيتوني جيرونا بيكون موجود إذا كان بيكون موجود شنية الفيد وإذا كان مش بيكون موجود شنو معناته البديل على مستوى اليوم الاستراتيجي في حد ذاته فأظن هذا كل بيتحكي على مستوى المكتب الجامعي كان سني أنا شخصيا نقول لك اليوم مثلا على مستوى الإطار الفني فما عناصر مكسب لينا ولازم نتحدث عليها مثلا كما المدرب عمر خضيرة اللي عنده اليوم صندوق الأسود معناتها 3 سنوات ويشتغل عنده لي فيش دو سويفي عنده اليوم المدرب يدخل اليوم وعنده دورة كما دورة ترشيحية ما ينجم يكون يدخل وما عندوش البيانات الكل متعلقة باللاعبين بالحالة اللاعبين بمردود اللاعبين لتا ديفوليوشن اليوم لساتيستيك معناتها دي جوار هذا راهو نحكي عن مسؤوليتي الخاص واليوم مش على خاطر ما ربحنيش لقب اليوم نهدموا منظومه اثبتت في 2018 انها ناجحه. نحب نقول حاجه مهمه جدا لانه احنا عارفين برشا في تونس كي نربحوا عنا احسن فريق ينقصوا لاخر فريق معناش احسن فريق معناش اخر فريق. اليوم الجامعه الفرنسيه كره اليد راهو تخرج من بطوله اوروبا من الدور الاول. شفناش اليوم حرائق في معناتها جدران الجامعة الفرنسية كرة اليد شفنا ناس قعدت عملوا تقييم للمرحلة فمدرب اليوم ديدي ديناه كثرة اخفاقاته الرياضية وعينوا ابن الدار عينوا جيل معناتها ابن الدار فاليوم كجامعة انا هكا نشوف هذا راي خاص ممكن فما الاداره الفنيه عندها راي خاص معناها تعيين ملخذيره هكا لا انه نحافظوا على المكتسبات فيما بعد لا فورمول عند الاداره الفنيه وعند المكتب الجامعي كيما سمعنا رايك خاص نسمع رايك انت الخاص سي نعرف في المغرب ما قعدتوش سياسين رايك الخاص شنو التوجه بالنسبه للستاف التكنيكي اللي باش يكون موجود في الفتره القادمه للمنتخب سي مش في جاوبك وانا اليوم مش في جاوبك بوضوح انت تو كان قلت له ما تجاوبوش لا مش بوضوح اليوم باش نقول لك عليه احتراما للمكتب الجامعي حرمه المكتب الجامعي اليوم كنت جاوبتني عطيت قلت لك التصورات الكل باش تحط على الطاوله انا قلت لك عندي شراي لكن انا ماذا بيا مثلا اليوم فما قلت لك عناصر نستحفظوا عليهم انت قلت لي يكون مدرب قلت لك شلي قلت لك مدرب اول قلت لك مثلا هذه تعداني فما عناصر اليوم ربحناهم اليوم
في على مستوى الإدارة الطبي، على مستوى الإدارة الفني، فما ناس على مستوى الإدارة الفنية. فيما بعد باش يعطيك التصور نتاعو، لكن زاد كيف كيف ما نجمش يحسم فيه، لانه اليوم عندنا مكتب جامعي نحترموه بكل كل عضو باش يعطي راي. اما نحب نعرف رايك انت كاداره فنيه سي ياسين، نواصلوا مع جيرونا نخليوه كما عمر خضيرة مش كما قلت انت ميساج. شوف هو بالنسبه لل بالنسبه للاداره الفنيه، الاداره الفنيه اذا كان نرجعوا للعمل نتاعها هو سي لوبريسوناليزاسيون دي اورينتاسيون دي بيرو فيل. معناها التوجه اللي حاطه اللي يحط التوجهات العامه يحطها المكتب الجامعي، والتنفيذ نتاع التصورات العامه هذه تجي على طريق البرمجه نتاع الاداره الفنيه. وبالتالي لهنا السؤال اللي قاله سي معاذ اللي هو مهم جدا، هل باش نمشيو وعندنا هدف انه يلزمنا نلعبوا على الترشح، فما تصور هذا، والا نمشيو نبداو من تو نحضروا في 2021. باش نعرف اجابتك على التصور هذا بعد الاخبار. بعد الاخبار بعد اسمع اجابتك، اسكو باش نحضروا منتخب من جديد والا حاشنا بالتيكيو هذه. نمشوا مع فجأة تركي في الاخبار بعد مواصلين حتى الخمسه متاع العشيه في زون ميكس. زون ميكس